طيب ننتقل إلى ملف آخر وخبر عن قضية أخرى، قضية حلايب وشلاتين التي كنا نعتقد أنها حسمت منذ سنوات، أنه حلايب وشلاتين تابعة للسلطات المصرية وأنها أرض مصرية 100%، وده تصريح أيضا وزارة الخارجية المصرية، وأننا لن نقبل بحلول وسط مع السودان. في تصريح آخر ظهر مؤخرا من وزير سوداني، تحديدا الرشيد هارون وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، قال إنه حلايب سودانية وهناك مقترح بجعلها منطقة تكامل مع مصر.